كومبريسيف سترينث بتاعها عالي، ان هي مع وجود الحديد بيبقى اقدر ان انا اقاوم تنسايل ستريسز برضو. الفاير ريزيستنس بتاعتها عاليه، ان انا الخرسانه من المواد اللي تعتبر عازله للحراره، فبالتالي مقاومتها لل الفاير عالي. الماتيريالز بتاعتها متوفره، يعني بالنسبه لنا مثلا في مصر بالذات حتى عندنا مصانع اسمنت حتى كتير، والصحراء عندنا فيها ماتيريالز ركام كويس، وسواء رمل او زلط. الديورابيليتي عموما، التحمل مع الزمن بالنسبه لنا حاجه جيده، ولو انا عملت خرسانه جيده زي ما قلنا بالمواصفات بتاعتي بالكفر المناسب بالخلطه المناسبه، اقدر احقق عمر منشا جيد اللي انا ببقى عايزه، اللي هو زي ما قلنا من 50 لايه؟ من 50 ل 100 سنه عمر ايه؟ عمر المنشا بتاعي. المولدابيليتي بمعنى ان انا المولد اللي هو الشده بتاعتي، ان انا اقدر اعمل شده باي شكل انا عايزه، بحيث ان انا اقدر اصب فيها الخرسانه اللي هي بتبقى في الحاله السائله بتاعتها، فبالتالي ممكن اطلع بيها اي شكل انا عايزه ايا كان، تمام. فبالتالي المولدابيليتي دي فكره ايه؟ فكره ميزه كبيره. اللو مينتنس كوست طبعا جايه مع الايه؟ جايه مع الديورابيليتي، ان هي الماده بتاعتي ما بيحصل لهاش، هي نفسها ما بيحصل لهاش صدى مثلا لو قارنتها بالحديد، تأثرها بالذات بعوامل التعريه وكده بتبقى قليله، لان هي اصلا تأثرها بالكيماويات بتبقى قليله، لان هي اصلا مواد الخامله زي ما بيقولوا. فبالتالي انا بالنسبه لي المينتنس مع الزمن بيبقى ايه؟ قليل. بالتالي لو انا عندي مثلا خزانات، عندي اواعد، عندي حاجات في المايه، بيرز اللي هي الاعمده اللي بتبقى كبيره في المايه مثلا، بنتكلم ان عامه الخرسانه بتبقى هي طبعا الايه؟ البريفيرد ماتيريال اللي احنا لازم بنختاره. برضو تاني، الخرسانه عموما سهله الاستخدام، يعني مش محتاجه عماله مدربه، مش محتاجه هاي اكويبمنت، الاكويبمنت بتاعتها متاحه، فبالتالي هي يوزر فريندلي وفي الاستخدام يعني. طيب العيوب بتاعه الخرسانه المسلحه عموما، اول واهم عيب عندنا ان احنا الهاي سيلف ويت، الخرسانه تعتبر ماتيريال تقيل زي ما هنشوف بعد كده بالنسبه للمقارنه مع الستيل مثلا. انا لما بعمل حاجه من الخرسانه المسلحه بيبقى السيلف ويت تقريبا 60% او اكتر من وزن المنشا، يعني انا عايز اشيل لايف لود مثلا 500 لازم اعمل له، او 5 كيلو نيوتن بير سكوير متر، هعمل له بلاطه سمكها 25 سنتي يبقى وزنها اوريدي 625 كيلو نيوتن بير سكوير متر. يعني انا بالتالي الخرسانه ماده تعتبر تقيله بالنسبه للايه؟ بالنسبه للسترينث بتاعها، ان انا بحتاج كميه خرسانه كبيره عشان احقق الاسترنث الكافي لمقاومه الاحمال. العيب الثاني ان انا عندي كيورنج تايم طويل، انا عندي 28 يوم مثلا او ايا كان الوقت اللي ببقى بشد فيه الشده بتاعتي لغايه ما الخرسانه تاخد الاسترنث بتاعها، تمام، بتفضل سبورتد لغايه ما اشيل الايه؟ الشده. فبالتالي ده بيأخر الجدول الزمني بتاع التنفيذ. الفورم ورك بتبقى غاليه، يعني انا لو عايز اعمل، احنا قلنا المولدابيليتي ميزه، ولكن طبعا انت عشان تعمل شده مثلا فيها حاجات مدوره او فيها حاجات فتحات او فيها كده، تكلفه الشده نفسها بتبقى تكلفه غاليه جدا. فبالتالي لو انا عايز اعمل شدات سبيشال او ايا كان، او ارتفاع الدور عالي او كده، بيزود لي في سعر المنشا بتاعي بشكل كبير. برضو طبعا نتيجة، أنا بقارن دايما المقارنات دي مع الحديد، أن أنا الحديد بالنسبة لي مثلا السترينث بتاعه أعلى، خرسانة بيبقى السترينث بتاعها أقل. فحتى لو أنا عندي عمود ماشي، الكروس سيكشن بتاعي لو عملته خرسانة هيطلع أكبر بكتير من لو عملته حديد، نتيجة فرق السترينث. يعني أن السترينث بتاعنا في الخرسانة بيبقى 50، في الستيل ممكن يبقى 400، فبالتالي السايز بتاعي بيبقى أكبر بكتير. فلو عندي هاي رايز بيلدينج مثلا 50 دور و60
دور وهكذا، بيبقى عندي مشكله في ابعاد الاعمده، ممكن العمود يطلع 3 متر في 3 متر مثلا لو عملته خرسانه، فبالتالي بيبقى مش دايما فيزابل ان انا استخدم الماتيريال دي. برضو عندنا خاصيه من خواص الخرسانه اللي هي مش موجوده في الستيل، اللي هو التايم ديبندنت بروبرتيز فاريشنز. يعني ايه؟ يعني انا خرسانه زي ما قلنا بيحصل لها زحف وانكماش. اتكلمنا يمكن في الكورس بتاع الترم الاولاني ان انا الزحف ده معناه ان انا الخرسانه بيحصل لها تغير في الحجم بتاعها او في السترين، زياده في السترين مع ثبات الحمل. الشرينكج نفس القصه، نتيجه خروج الميه من الخرسانه مع الزمن المتبقيه، يعني لما تفعلتش، بالتالي بيحصل لي تغير حجمي، انكماش في الحجم. التغيير ده بيديني ستريننج اكشنز. يعني انا مشكلتي مش في الكريب والشرينكج في حد ذاتهم، لا، مشكلتي ان انا دول بيدوني ستريسز على الخرسانه او على المنشا بتاعي، بيزودوا لي الاستريسز على المنشا بتاعي، فلازم اعمل حسابي عليهم في الديزاين. تمام؟ يعني انا كديزاين وايز انا عندي مشكله وعندي حاجه لازم اخد بالي منها مع الزمن، ان انا الستريننج اكشنز ممكن تتغير مع الزمن نتيجه الايه؟ نتيجه الكريب والشرينكج، فبالتالي لازم اخدهم معايا وانا بعمل ديزاين. زي ما قلنا ان اكبر مشكله بتاع الخرسانه، ايه الطرق اللي ممكن انا استخدمها بحيث ان انا استخدم الكروس سكشنز بتاعتي تبقى افكتيف؟ اول حاجه ان انا بستخدم فويدد او هولو سكشنز. يعني انا باجي اقول والله ان انا القطاع ده قطاع كوبري مثلا بيبقى سوليد، تمام؟ طب انا ممكن لو فرغت الجزء ده يبقى القطاع بتاعي ده قطاع افكتيف. طب ايه يعني، هل ممكن انا هخسر ايه لو فرغت الفويدز اللي بالشكل دوت في القطاع؟ والله انا مينلي عندي بيندنج، بيبقى عندي كومبريشن فوق، بيبقى عندي تنشن تحت. طب انا عندي هنا فوق اهو كومبريشن فلانش، وعندي تحت حته احط فيها ايه؟ حديد التسليح. الحاجات اللي في النص دي اكشوالي الويبات دي هتبقى بتشيل الشير زي ما هنشوف كمان كام محاضره. يبقى بالتالي انا دول لو الاريا اللي فاضله دي كافيه ان هي تشيل الشير، يبقى انا ما عنديش مشكله، لان انا فوق خلاص عندي كومبريشن. الحته اللي فوق دي كلها التوب فلانج دي كلها شايله كومبريشن، وحاطط خرسانه كفايه بحيث ان انا اقدر احط فيها حديد التسليح اللي هيقاوم الايه؟ التنشن. واقدر بالفويدز دي ان انا انزل مثلا 30 40% في وزن الخرسانه. يبقى بالتالي دي احسن فكره او الفكره الموست كومن يعني اللي بنستخدمها عشان نقلل وزن الخرسانه. طبعا بتبقى براكتيكال، خلي بالك انك عشان تشكل الفويد ده بتحتاج فلوس. يعني انت عايز تعمل الفويد ده عشان يتشكل بتحط ماسوره، الماسوره دي ممكن تبقى ستيل، ممكن تبقى بلاستيك، وعايز تثبتها اثناء الشد وبتاع، فبيبقى ليها كوست اخر اثناء التنفيذ. فلازم طبعا الكوست اللي انت هتوفره في وزن الخرسانه يبقى اكيد اكتر من الكوست بتاع التنفيذ او زياده الفلوس اللي انت هتدفعها عشان تنفذ هذا الايه؟ هذا الفويد. تمام؟ لان احنا قلنا ان الكومبلكس فورم ورك، الفورم ورك المعقد اللي فيه مشاكل، ده بيبقى غالي انك تعمل بقى اي حاجات معرجه وحاجات مدوره وحاجات مفرغه، ده بالتالي عشان تشكلها بيبقى ايه؟ عايزه بادجت في الفلوس كبير. الحاجة التانية برضو اللي بتستخدم مش في الكباري، مثلا في البلاطات عموما، ان انا بستخدم ريبد سلابز. ماشي؟ ان انا بجيب البلاطة بعمل الشدة بتاعتي من تحت بتبقى شدة عدلة، يعني باجي اعمل شدة عدلة وبحط بلوكات بالشكل ده. البلوكات دي ممكن تبقى بلاستيك او فوم او طوب. تمام؟ طوب مفرغ يعني، طبعا عشان يبقى خفيف بيبقى طوب مفرغ. تمام؟ انا بالتالي البلاستيك بيتشال، يعني بحطها اثناء الصب، احط المولدز دي بنسميها مولدز، البلاستيك دي اثناء الصب بحطها، وبعدين
لما الصبوه ادهنها زيت بحيث ان انا لما اجي افك الشده تنزل مع الايه؟ تنزل مع الشده بتاعتي. فبالتالي انا نفس الفكره برضو، انا جيت ايه والله عملت الكومبريشن فلانج اللي انا محتاجها فوق وهحط الحديد التسليح بتاعي تحت، يبقى انا ايه؟ مش محتاج كل الايه؟ كل الخرسانه اللي هنا دي انا مش محتاجها. يبقى قدرت بتشكيل بسيط ان انا اوفر في وزن الخرسانه. في طبعا برضو في الكباري منتشره قوي قصه ان انا عندي بري كاست سيكشنز. بري كاست دي اللي هي بتتعمل في المصنع، ان انا بعمل شده واحده حديد واصب فيها الكمر بتاعي بالشكل دوت. طبعا شكل الاي سيكشن ده او اللي بيسموه البالب تي سيكشن، بالب اللي تحت دي بيسموها البالب، والتي طبعا سيكشن اللي هي اللي فوق. تمام، البالب تي سيكشن ده بيبقى افكتيف جدا لان انا يا دوبك اخدت الكومبريشن فلانج اللي انا عايزها والرفع ما يكون عشان ياخدوا الشير، وعملت الكفر بتاع الحديد اللي انا عايزه تحت عشان يشيل الايه، عشان يبقى بروتكشن للحديد بتاعي اللي تحت. تمام، يبقى انا بعمل بقى البري كاست ده بيتغلب لي على مشكلتين، يتغلب لي على مشكله الوزن، ان انا بقدر بشدات قليله، يعني خلاك انا بعمل في المصنع، بصب في المصنع بعمل مثلا 10 شدات مثلا. انا مثلا عندي 100 كاميرا في المشروع، ممكن اعمل 5 شدات بس واصب 5 واخدهم انقلهم للموقع اركبهم في الموقع. زي ما كل الكباري مثلا انتوا بتشوفوها دلوقتي بتتنفذ، ممكن هو بيحط الشده جنب بيبقى عنده 4-5 شدات بيصب فيهم الكاميرات، واللي بتجهز ينقلها يشيلها يركبها في الايه؟ يركبها على الكوبري بتاعنا. بيديني ميزه زي ما قلنا ان انا اقدر اعمل بكوست قليل، عدد محدود من الشدات، مش هشد الكوبري كله او مش هشد الكاميرات كلها مره واحده، وهاجي اركب بالشكل بقى اللي هيوفر لي في الوزن، مش هيخلي المنشا بتاعي منشا تقيل، بان انا اعمل الشكل الاي او التي او ايا كان الشكل اللي هيوفر لي في الايه، في الوزن بتاعي. نفس الفكره بقى طبعا في البوكس سيكشنز، ممكن يبقى عندي سنجل سيل كده واحده، او ممكن يبقى عندي كذا سيل لو الكوبري عريض مثلا، اللي هو بنسميه المالتي سيل. المشكله في البوكس سيكشن زي ما قلنا الايه، ان الفورم ورك بتاعته بتبقى معقده، ولكن البوكس سيكشن ده بيعتبر من افضل القطاعات في الايه، في الكباري عموما. يعني ده من القطاعات اللي هي ايه، بتستخدم بكثره في الكباري، لان هو فيري افكتيف، لان انا زي ما انت شايف القطاعات كلها قطاعات رفيعه جدا، فبالتالي الوزن بتاعي بيبقى وزن صغير، وبقى عندي ستراكشرال هايت كبير مع تخانات صغيره، فبالتالي فراغات كتيره، فالافرج ثيكنس كميه الماتيريال اللي انا بستخدمها بتبقى قليله جدا، فبيبقى يعني ايكونوميك في رينج واسع من السبانز بتاعت الكباري مثلا. تمام، يبقى البوكس سيكشن ده بالنسبه لنا يعتبر من الحاجات الكويسه قوي في الايه، السبانز الكبيره، ان هو بيديني افرج ثيكنس. يعني انا لما اجي احسب الاريا بتاعت القطاع ده ماشي على العرض مثلا، لان انا الافرج ثيكنس بتاعي يطلع حاجه 50 سم مثلا خرسانه، يعني ان انا ممكن لو عملت حاجه سوليد اضطر ان انا اعملها مثلا ايه 90 سم خرسانه او متر. يعني انا بالتالي ايه، وفرت 50% مثلا من الوزن نتيجه ان انا شكلت التشكيل اللي هو بيديني الايه، توفير القطاعات ده. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الخرسانه ايه المميزات بتاعتها وايه العيوب وايه الطرق اللي اقدر ان انا اتغلب بيها على العيوب او العيب الرئيسي بتاعي اللي هو الوزن الزائد. و طبعا قصه البري فابريكيشن ديت او البري كوست، ان انا باخد الحاجه واركبها، دي برضو بتوفر لي في الزمن، لو كان برضو احد المشاكل اللي بتقابلني. في البلاطات بقى عامه، ممكن في سيستمز ان انا بدل ده، يعني ده زي اللي انا قلت لكم البلاستيك ده، بس ده سيستم بيبقى فيه كور كده، بيبقى فيه كفر تحت وكفر فوق، يعني هي ريبد سلاب برضو، بس بيبقى ايه الكور دي بتتحط في نص الايه، في نص البلاطه، فبرضو بتوفر لي من الوزن بتاع الخرسانه. زي ما انت شايف مثلا بيجي لي حوالين الاعمده، بخلي الحته سوليد، طبعا المومنتس هنا بتبقى عاليه قوي والشير بيبقى عالي قوي، فبالتالي بحتاج السوليد سيكشن، ولكن في الحتت اللي السترينج اكشنز فيها قليله ممكن ان انا اخفف وزن الخرسانه.
دي برضو الهولو بلوكس اللي كنا بنتكلم عليها. الهولو بلوكس ديت اللي هو انا عايز اعمل الريبد سيكشن اللي احنا قلنا عليه ده، ان انت هتلاقي ايه الخرسانه هتيجي تملى الايه، هتيجي تملى الريبز دي. شايف هنا ده ريب اهو، ده هيبقى فيه خرسانه، ده هيبقى فيه خرسانه، وبينهم هيبقى فيه الايه البلوكس ده السكشن اللي احنا كنا لسه شايفينه، ان انا عندي ريب وعندي ريب وريب، تمام، عندي هنا بلوكات. البلوكات دي بتبقى طوب مفرغ خفيف، فبالتالي بيديني السكشن بتاعي اللي احنا كنا لسه شايفينه. يمكن بعضكم ايه دي الفويدد بلوكس اللي بتستخدم، ممكن تبقى انت شفت ايه الشكل ده قبل كده في سقف او كده، ان انت بيبقى عندك هنا ايه البلوكات بتبقى باينه من تحت، وممكن تبقى طوب وممكن تبقى فوم، تمام، بحيث ان هي برضه يبقى وزنها اخف. الفوم بيبقى اغلى شويه ولكن بيبقى بيوفر لي في الوزن برضه شويه تانيين، وبيبقى مرن يعني، بيبقى يعني الطوب ده بيحصل له هالك، ممكن وانت بتطلعه على السقف وترصه في جزء منه بيتكسر. الفوم طبعا ما بيتكسرش، فبالتالي ممكن في الاخر بيبقى برضه اتراكتيف يعني في الكوست يعني. دكتور، ايوه يا باشا، حضرتك الفوم والتو دوت مش بيمثل الخرسانة نقطة ضعف ولا سيف؟ لا الطوب ده حشو بس يعني، انا القطاع بتاعي اللي شغال هو قطاع الخرسانه، تي سيكشن في حديد هنا وفي كومبريشن هنا. ده بالنسبه لنا ايه ايه ليه الفكره في ايه؟ انا لو عايز ما احطش الطوب ده هعمل ايه؟ هاجي اعمل الشده الخشب بتاعتي شكلها كده، فبيبقى تنفيذ الشده ايه صعب جدا. انت عايز تعمل شده خشب كده وخشب كده وخشب كده وخشب كده وخشب كده وخشب كده، المسافه دي زي ما انت شايف كده بتبقى ايه 40 سنتي بين الريب والريب، يعني ده اسمه الريب، ده بين الريب والريب بتبقى عرض الطوبه اللي هي ممكن تبقى 40 سنتي مثلا، تمام. طب انا هقدر اعمل شده خشب بالشكل ده؟ تطلع غاليه جدا، الخشب غالي على فكره جدا. هنا الشده زي ما انت شايف كده بتبقى شده فلات، انا بعمل الشده عدله وباجي احط عليها الطوب، ارص عليها الطوب او ايا كان الفوم، وبصب الخرسانه، وبعدين يا اما بشيل الطوب ده لو زي ما قلنا ممكن تبقى بلاستيك كور يعني، في سيستم بيبقى فيه مولدز بلاستيك دي ممكن تتشال، او اسيبها. طب ايه الفايده ان انا اسيبها؟ ان انا لو انا عندي سقف سكني انا عايز امحر السقف ده وابيضه، فبالتالي انا عايز سقف عدل. ممكن لو انا في مول مثلا او كده ما عنديش مشكله ان السقف يفضل شكله ريبد كده، اشوف انا اشوف الريبز دي في السقف ما عنديش مشكله. في ناس بتسيبها كده خلاص بيفضل الشكل، بس بيبقى عندي عيب ان انا برضو المساحه السطحيه بتاعه الدهانات بتبقى كبيره، ان انا بقعد ادهن كل ده طالع نازل طالع نازل، فبالتالي القطاع الخرسانه مش هيتاثر لان انا قطاع الخرسانه بتاعي هو شغال زي ما هو مفيش مشكله. ده بالنسبه لي جاست كونستراكشن تول، ده مش شغال معايا، ده انا شايله، ده حمل عليا انا. تمام تمام يا دكتور، فهمت، شكرا دكتور. في ناس بقى بتقول لك ايه، خلي بالك ان ده لازق هنا ماشي، يعني الطوب او ايا كان الفيلنج بتاعي ده لازق هنا بالايه بالاسمنت، يعني انا مش بلزق بحاجه اكسترا يعني، جاست بالكوهيجن اللي ايه الاسمنت بيعمله. فبيقول لي انت لو عندك دايناميك لود ما تستخدمش السيستم ده، لانه ممكن البوند ده ايه يقع. يعني لو عندك مصنع مثلا او كده في مكان عمال داير، فيقول لك انا خايف ان الايه ان يحصل هنا اللزق اللي بين ده وده يفك، تمام. فبالتالي اتس نوت ريكومندد ان انا استخدم السيستمز اللي بيبقى فيها فيلنج ماتيريال بالشكل ده ان انا ايه استخدمه فيه. فساعتها لا، يفضل ان انا استخدم الايه الحاجات اللي هي بتبقى بتتشال بعد الصب يعني. تمام تمام يا دكتور، تمام. ده كده الخرسانه باختصار. هنخش على الستيل. الستيل طبعا زمان كان الاول الحديد اللي هو حديد الظهر، تمام، وبعدين الحديد المطاوع، وبعدين ابتدت الرولد سيكشنز بقى اللي هي ابتدت القطاعات بقى اللي احنا ابتدينا نتعرف عليها دي في 1800، وبعد بعدين 90 الرولد سيكشنز دي بقت هي الايه المستخدمه بكثره. طبعا ده الحاجات القديمه دي، الكباري القديمه قوي دي كلها حديد ظهر وكده. الرولد سيكشنز دي بتيجي بقطاعات مختلفه، تمام، دي اللي هي بتبقى ايه اي بيم زي ما احنا شايفين ده مثلا، ده الاي بيم، تمام. عندنا
البوكس تمام، عندنا الانجل ال، عندنا السي شانل، عندنا البايبس، عندنا الرودز اللي بتبقى مصمطه، عندنا البليتس اللي بتبقى الالواح، دي كلها بتبقى رولد سيكشنز وبتنتج من المصنع بابعاد محدده وليها جداول. يعني انا الاي سيكشنز دي ليها جداول زي ما هنشوف، يقول لي والله اي 300 يبقى ارتفاعه 300 والويب بتاعه كذا وعرض الفني يبقى، وليه بروبرتيز معروفه وبتنتج عالميا بنفس هذه الايه، بنفس هذه البروبرتيز. يبقى اول نوع عندنا هو الهوت رولد سيكشنز تمام، اللي هي بتبقى عامه التخانات بتاعتها تخانات كبيره شويه بتاعت الخرسانه الحديد سواء من الفلانج او الويب تمام، وبتنتج ببروسيس اللي هو فيه تسخين ماشي. انت تلاقي الحديد ايه بيبقى سخن وبيطلع قطعات دي في الاخر بالتشكيل اللي هو قدامنا في الصوره ده. اشهر الانواع طبعا استخداما هو الايه، الاي بيمز اللي هي بتبقى زي ما قلنا ان دي الموست افكتيف سيكشنز اللي هي بتبقى فيها كومبريشن فلانج فوق وكومبريشن فلانج تحت، والويب يشيل الايه، الويب يشيل الشير، فدي بتبقى يعني اكتر اوبتمايزيشن في الماتيريال يعني. وعندنا الكولد فورمد سيكشن ده بيبقى صاج رفيع يعني التخانه بتاعته بتبقى غالبا لغايه ملي ونص مثلا، يعني من نص ملي لملي ونص، وبشكله بالشكل اللي انا عايزه ده على البارد بحيث ان هو يديني قطاعات اقدر استخدمها. عامه ده بيبقى في السكندري سيستم، يعني انا بيبقى عندي مين سيستم وسكندري سيستم، يعني الكاميرات الرئيسيه عامه بتبقى هوت رولد والكاميرات الثانويه التغطيه بتاعتي بتبقى كولد فورمد تمام. احنا شايفين طبعا ايه، بعمل بقى اشكال تراسز، بعمل الاشكال اللي انا عايزها وبركبها، ممكن اركبها على عمود خرسانه ما فيش مشكله، ممكن العمود نفسه يبقى ستيل ما فيش مشكله. زي ما احنا شايفين طبعا بيبقى عندنا مسامير بولتس تمام بتربط القطاعات الستيل مع بعض، دي ميزه طبعا زي ما هنشوف دلوقتي من مميزات الايه الستيل الكبيره، يعني ان انت سهل ان انت تركبهم وتفكهم وهكذا. الستيل الميزه الخطيره اللي فيه طبعا عن الخرسانه هي الوزن، ان هو السترينث بتاعه عالي بالنسبه لوزنه، فبالتالي عامه في السبانز الكبيره بنلجا للحل بتاع الايه الستيل. ف كباري كتير بتتعمل ستيل نتيجه طبعا ان السبانز بتبقى عاليه قوي، فبالتالي انا مش عايز استخدم قطاعات كبيره قوي، فبالتالي بلجا ان القطاعات بتاعتي تبقى قطاعات ستيل تمام. في البليت جيردر بريدجز، التراس بريدجز، السسبنشن بريدجز، ده طبعا اطول كباري، اطول سبانز في العالم تبقى سسبنشن بريدجز زي ما انت شايف ان ده تراس ستيل اصلا. كيبل ستيت بريدجز ممكن الدك ده يبقى كله ستيل عشان يبقى خفيف، الارش ده نفسه ممكن يبقى خرسانه ممكن يبقى ستيل برضه عشان القطاعات تبقى اصغر. جنرال يعني الفكره العامه الامثله دي ان انت تبقى عارف ان الميزه بتاعه الستيل عن الخرسانه هو طبعا ايه، خفه الوزن بالنسبه للسترينث، هو السترينث بتاعه بالنسبه للوزن بيديني ايه قطاعات خفيفه، فبالتالي اقدر اعمل بيها سبانز كبيره من غير ما السيلف ويت ياثر على الديزاين. يعني تأثير السيلف ويت بتاع المنشأ الستيل بيبقى قليل بالنسبة للأحمال اللي جاية، سواء مثلا كوبري أنا عندي أحمال عربيات وأحمال أي حاجة مركبات معدية، يبقى بالتالي أنا هشيل 500 كيلو على المتر المربع وهحط قدامهم 100 مثلا يشيلوهم، لما مش هحط أشيل يعني يبقى عندي 500 كيلو عشان أشيلهم أحط قصادهم 1000 يشيلوهم يعني. تمام، هي دي الفكرة الأساسية. طبعا مع خفه الوزن بيديني امكانيه ان انا اعمل موفابل بريدجز اللي هو عارفين الحاجات اللي الكباري اللي بتتفتح وتتقفل، او السوينج اللي هي بتلف، وبالتالي ده طبعا لو منشأ خرسانه عمره ما هقدر ان انا احقق بيها زي الايه الميكانيزم، نتيجه طبعا تقل الوزن هتبقى قصه مش ايكونوميك خالص يعني. الفاكتوريز عامه طبعا بحتاج فيها سبانز كبيره يعني، انا بالتالي يعني عامه المصانع محتاج ان انا ايه السبان بتاعي بين الاعمده بيبقى كبير، فبالتالي اقدر ان انا الستيل سيكشن بيبقى مور ايكونوميك. اللي انا كنت قلته هنا ان ده يعني شايف ده القطاع ده هو الهوت رولد مثلا ماشي، وده بيبقى ايه الكولد فورم، يعني ده السيستم الرئيسي اللي بيبقى شايل، وده التغطيه اللي هيجي فيها الصاج في الاخر اللي بيقفل
اللي هو بيبقى الكولد فورمت سيكشن. يعني زي ما انت شايف هنا الخرسانه هي اللي بتبقى تحت الارض وملاصقه للارض. طبعا احنا قلنا ميزه الخرسانه انها ديورابل، تتحمل الميه وتتحمل الصدى وهكذا، يعني يعني بتبقى مقاومه للكلام ده. الحديد بحاول ابعده عن الارض، تمام، بركبه على قاعده خرسانه بعيده عن الارض بمسافه كافيه عشان ما يوصل ما يوصلش للحديد العوامل اللي بتسبب له الصدى بسرعه. تمام. برضو في بعض المنشآت بتتعمل ستيل، طبعا في مصر مش كتير، ولكن في اوروبا بالذات بيعملوا منشآت ستيل كتير بيحبوها يعني، ولكن هي بصراحه بتطلع اغلى يعني، سواء في مصر او يعني بالذات في مصر والدول العربيه المنشآت الستيل حتى الهاي رايز بيلدينجز العاليه قوي ما بتتعملش كلها ستيل، يعني ممكن بعض الاجزاء منها تتعمل ستيل، ولكن في الاخر الخرسانه في الاوفر اول كوست بتطلع ارخص حتى في الهاي رايز بيلدينجز، لان زي ما قلنا المره اللي فاتت ان الخرسانه وصلنا فيها لايه؟ لهاي بيرفورمانس كونكريت، مش كده؟ احنا قلنا وصلنا للالترا هاي بيرفورمانس كونكريت يو اتش بي سي، تمام، ده برضو بيديني سترينث عاليه قوي، فبالتالي ممكن اعمل بيه قطاعات صغيره مش هتبقى كبيره قوي. طبعا الحاجات دي ما بتتعملش غير ستيل، الترانسميشن تاورز، الحاجات اللي بتبقى ايه محتاجه تبقى خفيفه وفي نفس الوقت السترينث بتاعها عالي، ارتفاعات كبيره وعليها فورسز كبيره، فطبعا لو عملتها خرسانه هتطلع غاليه جدا. نفس القصه طبعا بالنسبه للاستادات والمطارات وهكذا. كل الميزه طبعا في الايه؟ لونج سبانز، اقدر ان انا اغطي، طبعا بتديني تشكيل برضو اقدر اشكلها باي شكل انا عايزه، دي ميزه طبعا برضو مهمه جدا. هنلست الادفانتجز والديس ادفانتجز، دي حاجه لازم تبقى عارفها، تمام. طبعا الهاي سترينث بير يونت ويت، تمام، ده اللي احنا قلناه ان احنا ايه ده بالنسبه لنا السترينث بتاعنا بيبقى عالي بالنسبه للوزن. اليونيفورمتي، طبعا الستيل ده بينتج مع الايه، بينتج في المصنع، فبالتالي البروبرتيز بتاعته بتبقى كنترولابل، يعني الكنترول عليها عالي غير الخرسانه، وما بت ايه ما بتتاثرش مع الزمن، يبقى بالتالي ما عنديش كريب، ما عنديش شرينكج. الستيل طبعا الاستيك ماتيريال، فبالتالي البيهيفير بتاعها بيبقى مفضل بالنسبه لنا كديزاينرز. يعني داكتيليتي عاليه، بمعنى ان انا بعد الفيلير يعني انا اقول والله ان انا عندي ستريس سترين كيرف، والله انا هنا حصل ييلد، طب بعد الييلد انا بفضل يحصل لي ديفورميشنز كبيره جدا بعد الييلد، يبقى بالتالي ده داكتيليتي، ده داكتايل ماتيريال. بعد ما بيحصل الييلدنج اقدر اشيل فورس، خلي بالك النقطه دي، انا شايل الفورس المنشا ما انهارش، يعني كده يبقى المنشا انهار، انما طول ما انا شايل الفورس لا انا عندي زي ما قلنا هتديني انذارات وهشوف الحاجه واشوف الايه يحصل ديفورميشنز براحتها، فبالتالي المنشا الستيل داكتايل ستراكشر هيقدر ياخد ديفورميشنز كبيره حتى بعد ما يحصل ييلد، فبالتالي اقدر ان انا الحق المنشا بتاعي. طبعا يمكن تشكيل الحديد زي ما انتم شفتوا باشكال كتيره جدا، فبالتالي اقدر ان انا يعني زي ما بيقولوا ايه اشكله على البارد وعلى الساخن واطرقه واخرمه اخرام عشان المسامير without visible damage، يعني هقدر ان انا اعمل له اي انواع من انواع التشكيل من غير ما يحصل فيه ايه visible damage للماتيريال بتاعتي. حاجة المهمة برضو جدا طبعا ان انا سهل او ان انا ازود على المنشأ الستيل باللحام او بالمسامير او ايا كان، سهل او ان انا اضيف بارتس على بعضها. الماتيريال ريسايكل، بمعنى ان انا لو عندي مصنع مثلا في حتة ما وخلاص المصنع عايز ابيع المصنع مثلا، ممكن ابيع الحديد ده نفسه بقطاعاته بتكلفته تقريبا، يعني الحديد ما بينزلش سعره لان القطاعات دي ممكن استخدمها في اي حاجه تانية، ممكن انقل المصنع زي ما هو احطه في حته تانية او ايا كان، لان القطاعات دي بتفضل زي ما هي ممكن افكها واركبها تاني، فبالتالي طبعا دي بتبقى بالنسبه للمصانع بالذات فاليو كويسه للماني بتاعي. سبيد اوف اريكشن، طبعا انا بصنع واقطع في المصنع وباجي اركب بس، فبالتالي طبعا وقت التركيب بيبقى اقل بكتير من ان انا اصب واستنى لغاية ما الخرسانة تتصلد وهكذا يعني. عيوب الحديد، اوحش حاجة طبعا هي المينتننس كوست، ان انا محتاج صيانة لان الحديد طبعا بيصدي،
فبالتالي لازم بروتكت فروم كوروجن. طب احنا بنعمل ايه للحديد؟ تمام، احنا بنعمل له دهان بينت، تمام، بماتيريالز تمنع الميه، انما البينت ده مع الوقت لازم اعمل له ايه، كل كام سنه لازم ايه اجدده، وايه اعمل انسبكشن، ابص على المنشأ بتاعي اذا كان في حتت من الدهان وقعت، حتت صدت، اصنفر الصدى وابتدي اعالج وادهن تاني وهكذا. فبالتالي عندي مينتنس كوست نتيجه الصدى اللي هو كده كده بيحصل، تمام. فبالتالي ايه ده لازم احطه في الاعتبار وانا بعمل تكلفه المنشأ بتاعي. حاجه برضو اللي غاليه جدا في الحديد هي الفاير بروفنج، يعني الفاير بروفنج ده ممكن يزود ثمن الحديد من 30 ل 40%. يعني انت لو بتشتري طن الحديد دلوقتي مثلا ب 30000 جنيه، لا انت ممكن عشان تعمل له فاير بروفنج تدفع 45000 جنيه ولا 42000 جنيه عشان تبقى ايه، عشان تعمل له فاير بروفنج، تمام. فبالتالي فيري هاي كوست يعني سسبكتد تو باكل. طبعا القطاعات الحديد بتبقى قطاعات رفيعه زي ما احنا شفنا، فلو عندي ممبر طويل كده تمام ممكن طبعا ايه نتيجه الكومبريشن يحصل له باكلينج، تمام، زي ما هنشوف، احنا هنشوف كده في المحاضره الجايه بتاعه الخرسانه يعني ان شاء الله. يعني بيبقى الباكلينج بيمثل لنا مشكله في الديزاين بتاع الايه الستيل عموما. يعني دي حاجه مش مهمه قوي، بس يعني ايه في اللو تمبريتشرز ممكن يحصل بريتل فراكشر، تمام، دي برضو ايه ان هو بيتاثر بالحراره شويه. الفتيج اللي كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اللي هو بيبقى بيقل السترينث بتاع الماتيريال بتاعي، مش كده احنا قلنا ان انا عندي مع النمبر اوف سايكلز الستريس بتاعي بيقل، فبالتالي مش هصمم على الفول كاباسيتي، لا انا هصمم على كاباسيتي اقل من بتاعه الماتيريال. طيب الجزء ده جزء نظري وجزء مهم، تبقى عارف الحاجات اللي فيه كلها بحيث ان انت ايه ممكن اسئله مباشره تماما، ايه هي الديس ادفانتج اوف ستيل، ايه الديس ادفانتج اوف كونكريت، ازاي اعالج الادفانتجز ديت، الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها لازم تبقى ايه، لازم تبقى عارفها. حد عنده اسئله؟ طيب في الجزء اللي فات يا باشمهندسين في حد عنده اسئله في الجزء اللي فات ده؟ لا تمام يا دكتور، تمام. طيب هنبتدي نتكلم عن الفلو اوف فورس، مكان تاثيرها لغايه ما توصل للايه للقواعد. احنا عندنا طريقتين اساسيتين بنتكلم على البندنج، بمعنى ان انا عندي بينز وفريمز سواء حديد او خرسانه، بيجي لي لودز بتديني بندنج مومنت وشير فورس، وبالتالي في الاخر ايه ونورمال فورس بوصل بيها لغايه الايه، اوصل بيها لغايه القواعد بتاعتي. حل الثاني الممبرين او الاكسيال، تمام، انا بتكلم هنا دي الممبرين دي بمعنى الممبرين فورسز دي اللي هي بتاعت الايه الاكسيال فورسز. يعني انا بختار شكل المنشا بتاعي بحيث ان هو ما يتولدش فيه بيندنج مومنتس ويتولد فيه اكسيال فورسز بس. ده زي الارشز مثلا والتراسز وهكذا. طيب ايه الميزه وايه العيب في البندنج ماتيريال؟ البندنج سيستمز او نقل الفورس عن طريق البندنج بيبقى عندي ماتيريال كتير والفابريكيشن سهل. ان انا هصب الكاميرا بتاعتي حلوه كده ما فيهاش اي مشكله، كاميرا واحده عدله، تمام، فريم عدل ما فيهوش اي مشكله، خلاص يبقى انا التشكيل والصب والكلام ده كله كلام سهل. يبقى الماتيريال بتاعتي هتبقى كتيره والفابريكيشن سهل. العكس طبعا هيبقى في الايه؟ هيبقى في الممبرين اليمنتس سيستمز بتاعتي، ان انا عندي تشكيل هيبقى صعب
ولكن الماتيريال اللي هستخدمها هتبقى ايه؟ هتبقى اقل نتيجه ان انا ما عنديش بندنج مومنت. دايما القطاع بحتاجه كبير لما يبقى عليه بندنج مومنت. لو عليه اكسيال فورس سواء تنشن او كومبريشن، مقاسات القطاع بتبقى ايه؟ بتبقى اصغر. تمام؟ طيب عشان نحس بالكلام ده هناخد اكزامبل. تمام؟ نشوف كده ايه الفرق بين الكلام ده. الاكزامبل بيقول لي والله انا عندي كوبري مشاه 20 متر سبان. تمام؟ عايز اصمم كوبري مشاه 20 متر سبان. وعايزين ندرس هما سيمبلي سبورتد. عايز ادرس اذا كان ستيل جردر يعني كاميرا ستيل، ولا ستيل تراس، ولا كونكريت جردر، ايه اللي هيطلع ارخص؟ تمام؟ مساله بسيطه جدا، عايزين ندرس الكلام دوت هيمشي ازاي. مديني اللود 40 كيلو نيوتن بير متر، الستيل الاوبل ستريس 200 ميجا باسكال. الكوست هو ده اللي بيحدد عامه في اغلب الحالات يعني النوع او السيستم اللي انا هشتغل بيه. الستيل بيتكلف 30,000 للطن، طبعا دلوقتي بقى اكتر، الكلام ده كان من السنه اللي فاتت. التراس ب 45,000 للطن، الكونكريت 5000 جنيه للمتر المكعب. دي ارقام كده ايه بسيطه. طيب هناخد بالنا برضو من حاجه ثانيه، ان انا عندي قواعد لازم اصممها. طب القواعد دي يا جماعه، الخرسانه منشأ تقيل، تمام، فبالتالي القواعد بتاعته هتبقى اكبر. فلما اعمل كومباريزون لازم ايه؟ اخد السيستم بالقواعد بتاعته. مش هاخد السيستم من غير الايه؟ من غير القواعد. لازم احسب القواعد بتاعت ده والقواعد بتاعت ده مع تكلفه السيستم فوق، لان عامه القواعد بتاعت الخرسانه بتبقى اغلى والسيستم نفسه بتاع الخرسانه ممكن يطلع ارخص. فبالتالي عشان اقرر لازم اقرر الاوفر اول كوست بتاعت الايه؟ بتاعت المنشأ كله. دكتور، ايوه يا باشا، هو حضرتك هو ليه سعر تن التراسز اغلى من الستيل؟ مش التراسز برضو عباره عن الستيل؟ عشان الفابريكيشن، احنا قلنا ان انا عندي، انا هجيب كاميرا يعني انا، انت التراس عشان يبقى بالشكل ده انت بتعمل ايه؟ انت بتجيب كاميرا كده تلحم فيها كاميرا كده تلحم فيها كاميرا كده تلحم فيها كاميرا كده عشان تعمل الجوينت في دي، في كل جوينت من دول تاخد وقت وفلوس ومسامير والحامات. تمام؟ انما الكاميرا هي كاميرا هتيجي تركبها، بس انا الكاميرا دي سيمبل يا جماعه، اجيبها من المصنع اروح حاططها في مكانها وخلصنا على كده. تمام؟ تمام يا دكتور. طبعا الفرق ده فرق كبير قوي، هو ما بيبقاش كده في الطبيعه، بس انا عامله كده عشان يبان في الاكزامبل يعني. بس هو في الطبيعه في فرق بس ما بيبقاش كبير قوي كده. ممكن تلاقي مثلا من 30 تبقى 35 تبقى 36. تمام؟ تمام يا دكتور. هو حاليا يعني الطن العادي دلوقتي بقى من 35 ل 37. التراسز دي بقى دلوقتي ممكن تلاقي 42 مثلا كده. تمام؟ تمام يا دكتور. وحاليا طبعا كل يوم الحاجات زيادة يعني للاسف يعني. طيب اوت عندي لود 40 كيلو نيوتن، عندي 20 متر سبان، ستيل جردر اللي هي كاميرا ستيل، ستيل تراس، كونكريت جردر. عايزين نقارن ونشوف اسعار ونشوف الكلام ده يمشي ازاي بمنتهى البساطه. طيب انا عشان نسهل الدنيا على نفسنا، انا والله جداول بتاعه الستيل مثلا اللي هنستخدمها برود فلانج اي بيم، ماشي، اللي هو ايه، في انواع كتيره من الاي بيمز. البرود فلانج اللي هو ايه، له الفلانجه بتاعته العلويه عريضه، برود يعني عريضه. تمام؟ بالتالي دي الفلانجه العريضه دي، ده اسمه اتش اي اي، ده قطاع بيبقى قطاع كبير وقوي وبيديني من اول اتش اي اي 100. تمام؟ انت عندك هنا اتش اي اي 100، ماشي. اتش اي اي 100 ده ارتفاعه بيبقى 96 مللي لغايه اتش اي اي 1000، ده بيبقى ارتفاعه 990 مللي، يعني من اول 10 سم لغايه متر. وبيديني البروبرتيز كلها اللي هو طبعا ايه، زي ما احنا شايفين ابعاد القطاع وعرض الفلانجه، والاس ده اللي هو عرض الويب، والتي اللي هو الفلانج والثيكنس، مش كده، والار ده الراديوس اللي هو بيلف عليه اللفه ديت، وهكذا. احنا يهمنا في الاخر احنا عندنا اريا مساحه وعندنا
ويت وزن، وعندنا الاي والاس. الاس ديت اللي هي ايه؟ الاس اكس دي اللي هي الاي على الواي، دي اهم حاجه في الستيل. يعني دايما الناس ايه، ان انا بقول والله ان انا عندي الاستريس الاف بتساوي ايه؟ ام في واي على اي، ده الاستريس اللي هو بيساوي ام على ايه؟ ام على اس. فانا على طول بقدر اجيب من الاس دي اشوف القطاع اللي انا ايه، زي ما هنشوف دلوقتي اشوف القطاع اللي انا هبقى محتاجه هيبقى ايه. طيب اول خطوه ماشي، انا عندي سمبل بيم سبانه 20 متر وعليه 40 كيلو نيوتن بير متر، بس ده ويزاوت الايه؟ ويزاوت السيلف ويت. تمام؟ طيب يبقى انا اول حاجه احسب المومنت. الام هتساوي 40 في 20 تربيع على 8، هتطلع 2000 كيلو نيوتن متر. تمام؟ طيب ده كده من غير السيلف ويت. اجي الخطوه الثانيه هاسيوم السيلف ويت. تمام؟ انا ممكن طبعا نتيجة ان انا عارف ان السيلف ويت بتاع الستيل مش مؤثر قوي، ممكن اصمم بده على طول وبعدين اشيك على الايه، اشيك على الوزن اللي انا تاثير الوزن بعد كده هيبقى كام يعني. بس انا عشان عارف الحل على طول فانا هاسيوم السيلف ويت هنا. هيساوي 272 كيلو جرام على المتر المربع. ده انا جبتها منين؟ جبتها من الجدول اللي هو ده، اللي هي اكبر حاجه في الجدول اللي هو ال HE1000. تمام؟ احنا ممكن نقول والله ان انا في الكامر الستيل هقول والله ان الايه، هقول ان لو الاسبان على 20 مثلا، احنا بنقول في الكامرات الخرسانه باسيوم الاسبان على 10، في الكامرات الستيل اسيوم الاسبان على 20 مثلا. تمام؟ طيب الكلام ده بيساوي 2.72 كيلو نيوتن على المتر. هيبقى هجيب الام بتاعت الاون ويت هتطلع 2.72 في ال 20 تربيع على 8، هتطلع 136 كيلو نيوتن متر. يبقى الام توتال هتساوي 2136 كيلو نيوتن. طيب انا لسه كنت بقول ان الاف الستريس بيساوي ام في واي على اي، اللي هي بتساوي الام على الاس اللي احنا شفناها في الجدول. ماشي؟ الاي على الواي اللي هي الاس اللي هي ايه موجوده في الجدول ديت. طب انا مديني ان الاجهاد ده 200 ميجا باسكال اللي مسموح بيه، المومنت عندي، يبقى انا فاضل لي ان انا اجيب الاس، يبقى الاس هتساوي الايه؟ الام على الاف. تمام؟ دي ثالث خطوه، ان انا هحسب والله ان الاس اللي انا محتاجها هتساوي ال 2136 في 10 اس 6 عشان اليونتس على ال 200 ميجا باسكال. طبعا دي نيوتن مليمتر، نيوتن على المليمتر سكوير، هيطلع لي في الاخر 10 6 8 وبعدين 4 اصفار مليمتر سكوير. خلي بالنا ان الجدول بالسنتيمتر سكوير، هقسم على 1000 هتطلع ايه؟ 10680 سنتيمتر، سوري تكيف، سنتيمتر كيو. تمام؟ طيب انا هرجع كده للجدول، هبص على الخانه بتاعت الاس، هلاقي ان انا عندي هنا دي 73 وبتوصل لغايه 11190، انا عايز 10000 وشويه، يبقى انا بالتالي القطاع اللي انا هستخدمه هو الايه؟ هو ال HEA1000. تمام؟ اليونت ويت بتاعته، السيلف ويت بتاعته 272 كيلو جرام على المتر الطولي. يبقى انا يوز HEA1000. تمام؟ طيب عايز احسب الكوست. اتفضل يا حبيبي. وانا لما جيت احسب الستريننج اكشنز ما خدتش الفاكتورز معايا، فاكتور سيفتي. ده كلام جميل جدا. احنا هنا بنحسب working. الاف بتساوي 200 ميجا باسكال، صح كده؟ لو انا جيت قلت لك والله احسب لي بالالتيميت ليميت، اقول لك ان الاف بتساوي اف يلد على جاما اس، صح كده؟
هتطلع 350 مثلا ميجا باسكال، يبقى هضرب الاحمال في 1.5 وهضرب الايه الالوبل ستريس في 1.5، هيطلع في الاخر نفس الحل. خلي بالك ان الستيل لا زالوا مش كتير، ولكن لا زال الوركينج ستريس ميثود شغاله معاهم في مصر بالذات، يعني لا زال كتير قوي في بتوع الستيل ما قلبوش على الالتيميت ليميت ميثود. تمام، الفكره هنا ان احنا بنعمل حاجه مبسطه. احنا طبعا ايه، انا بديك اف الاول 200 ماشي، طالما ما قلتلكش ان ده التيميت يبقى ده وركينج ماشي، انا شغال كله وركينج. لما انت في الاخر هنفترض ان انا هقول لك والله الاف الاول 350، الاف يلد 350 تمام، يبقى انت هتاخد ال 40 دي تضربها في 1.5 مثلا، ويبقى في الاخر هيطلع لك نفس القطع، هتضرب فوق في 1.5 وتقسم تحت في 1.5. الهدف هنا ان انت تعمل حاجه سمبليفايد يعني، فاهم؟ انا مش انت ان شاء الله السنه الجايه في الستيل هتتهري الاكزاكت يعني، طبعا انت عندك 600 تشيك بتعملهم في الستيل غير الكلام ده هو. ماشي، يعني انا هنا بديك حاجه مبسطه جدا عشان ايه، ناخد فكره عن السيستمز واختلافها في البيهيفير ايه. انما كده انت مش هتصمم ستيل، مش ده تصميم الستيل يعني. تمام يا دكتور. طيب احنا بعد كده هيبقى عندنا الويت بتاعي هيساوي 272 كيلو في الايه، في 20 متر. اطلعوا كام دول؟ مش فاكر، ما حسبتهمش، مشكله. 272 في 20 هيطلعوا 5440 كيلو جرام، اللي هم 5.44 طن. تمام، هقدر بعد كده اجيب الكوست، يبقى 5.44 في ايه، 30,000 هيطلع 163,000 جنيه. تمام، هل في مشكلة في الخطوات دي؟ تمام يا دكتور. ده الكلام اللي احنا ايه، ده اللي احنا شرحناه بس ايه في جدول كده سريع عشان بس تبقى الدنيا مظبوطه. طيب ده الستيل جردر حساباته سهله ما فيهوش مشكله. طيب لو انا عايز اعمل ستيل تراس، طيب قبل الستيل تراس في بقى حاجه اسمها الجرد اوبتمايزيشن. يعني دايما الستيل عشان هو ماده غاليه جدا، فانا ممكن اعمل اوبتمايزيشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا استخدم قطاع مختلف على طول الكاميرا. ان انا عارف ان البيندنج مومنت بتاعي كبير في النص وصغير في الاطراف، مش كده؟ يبقى انا ممكن اجي والله اخد الجزء الوسطاني ده بتخانه، والجزء ده بتخانه تانية، والجزء ده بتخانه تانية. تمام، طب بالذات ايه، بالذات ان انا زي اسياخ الحديد كده قطعات بتيجي طول 12 متر، فانا لو عندي السبان 20 مثلا يبقى انا عندي 12 واجيب حته 4 واجيب حته 4 مثلا. يبقى انا بالتالي ايه، استفدت ان انا هصغر القطاعات على الاطراف، وفي نفس الوقت ايه استخدمت الحته ال 12 متر زي ما هي، وجبت حتتين 4 برده من ماتيريال، يبقى بالتالي ال 12 هتتقسم على 4 برده، يبقى بالتالي مش ههدر في الايه، في الماتيريال ده مثلا. هنا طبعا ده بقى بالايه، ايا كان بقى السوفت وير اللي الناس بتحسب بيه. يعني طبعا اشهر السوفت ويرز بالنسبه لنا احنا ممكن تستخدم انت الساب 2000 او الايتابز. تمام، دول اشهر حاجات مستخدمه في مصر من شركه اسمها سي اس اي. تمام، دول طبعا ايه، تقدر انت تصمم بيهم وتحسب بيهم الستريننج اكشنز يعني. هنا ده معناه ان انا اقدر ان انا استخدم ال HEEA لغايه هنا،
بعدين 900 وبعدين 650. انا اقدر ان انا اقلل شويه في التكلفه لو عملت الاوبتمايزيشن بتاعي ان انا استخدم القطاعات مختلفه على طول بالكامل. هنزل من ال 162,000 دي ممكن اوصل ل 148,000. خلي بالك دي كاميرا واحده، انت عارف الكوبري ممكن يبقى فيه كام كاميرا؟ 20 30 كاميرا. يعني قلت لي انا ايه تكلفه الكاميرا الواحده 150,000 جنيه مثلا. طيب ده كده الحل الاولاني بتاع الايه الجيردرز. طبعا انت لو هتحل بايدك ممكن اقول لك اعمل اوبتمايزيشن، بس تبقى فاهم يعني ايه اوبتمايزيشن. الفوتينج سايز برضو بنفس الفكره كلها، ان انا عايز احسب الايه ابعاد القاعده اللي انا هستخدمها. الفوتينج اريا يعني انا والله انا عندي نفس القصه، والله انا عندي الستريس بيساوي فورس على الاريا، صح كده؟ دي بديهيات. طب الاستريس ده هيجي على التربه، هو بيقول لي التربه دي بتشيل 100 كيلو باسكال، لو 100 كيلو نيوتن على المتر المربع. معايا احمال يعني هنا وهنا، يبقى اعرف اجيب ابعاد القاعده اللي هنا واعرف اجيب ابعاد القاعده اللي هنا، تمام. الفوتينج فوليوم هيساوي الفوتينج اريا، مساحه القاعده اللي انا هجيبها في التخانه. انا فرضت التخانه متر عشان التسهيل يعني بالنسبه لنا، تمام. طيب هحسب الحسبه دي، يبقى انا وضربت في سعر الخرسانه اللي هو ال 5000 جنيه جبت الايه الكوست بتاعي اللي هو 2021,000 بتاع الاواعي، تمام كده. تاني رياكشن جبته، انا عندي اللود اللي هو 40 زائد السيلف ويت اللي هو 2.72 في ال 20 على الاثنين، جبت قيمه الرياكشن هنا وهنا، تمام، اللي هو 427.2 اللي هو في 10 يعني، تمام. قسمته على 100 اللي هو البيرنج كاباسيتي، جبت الايه الفوتنج اريا. الفوتنج اريا دي هضربها في الثيكنس، جبت الفوليوم. الفوليوم ضربته في ال 5000 جنيه طلعت الايه؟ طلعت الكوست بتاعي. هل مش مفهوم اللي انا عملته هنا ولا مفهوم؟ هو مفهوم يا دكتور، بس هو السعر دوت للقاعده الواحده؟ السعر ده للقاعده الواحده. لا دي قاعده واحده. تمام يا دكتور. خلي بالك انا حسبت كاميرا واحده، حسبت قاعده واحده، في الاخر مش هتفرق، انت هتضرب في رقم ثابت. في الكومباريزون انت تضرب بعد كده ايه لو انا نظريا يعني انت كده كده القاعده ما بتبقاش تحت كل كاميرا، فاهم قصدي؟ انا بس انا ده للتوضيح يعني، انا كده اكن الكوبري كله كاميرا واحده، اكن عندك قاعدتين، الكوبري كله فيه قاعدتين، قاعده يمين وقاعده شمال. تمام تمام. طيب تمام، هنيجي الاوبشن 2 اللي هو الستيل تراس. الستيل تراس، طب قلنا ان الماتيريالز بتبقى اقل، طب ليه الماتيريالز بتبقى اقل؟ الماتيريالز بتبقى اقل لان انا عامه بستخدم ستراكشرال هايت اعلى، ان انا باجي التراس بدل ما انا عملت كاميرا السمك بتاعها متر، لا انا عملت تراس 2 متر، تمام. طب لما انا هعمل السمك 2 متر يبقى الستريننج اكشنز اللي هتتولد على الاليمنتس بتاعتي هتبقى اقل زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا عشان احل تراس زي ده بايدي هياخد مني انا شويه وقت. اذا جالك حاجه زي دي هجيب لك حاجه فيها 3 ممبرز او 4 ممبرز، يعني بحيث ان انت تبقى الحاجه ايه حاجه بسيطه ما تقعدش تعمل فيها ستراكشر كتير يعني، تمام. برضو اذا اللي حابب يعني زي ما قلنا ايه ممكن يستخدم زي ما قلنا الساب او الايتابز، او في كده كده اونلاين ستراكشرال سوفت وير كتير بيعمل ستراكشرال اناليسيز على طول، يعني انت ممكن تدخل يعني تدخل جيومتري ببساطه هتلاقي حاجات كتير اونلاين بتشتغل اصلا في الكلام ده. طيب احنا زي ما قلنا المهم بالنسبه لي ان انت تبقى عارف ان انا الهايت ده 2 متر، الثاني الهايت بتاعه ايه متر واحد، طلع الاتش ب 1000 الاتش اي اي 1000 اللي انا استخدمته. هحسب النورمال فورس دياجرام، تمام. انا كده ده النورمال فورس دياجرام بتاعي، طبعا عندي كومبريشن فوق وعندي ايه تنشن تحت. هقدر ان انا ايه الدياجونالز بتاعتي التراس بتاعي ده بيبقى عندي واحد فيهم عليه تنشن واحد فيهم عليه كومبريشن.
برضو بمنتهى البساطة القيم دي ألف و كم دي؟ 1019 كيلو نيوتن في الكمبريشن بيساوي التنشن. طب أنا لو زي الأرش كده لو أنا عايز أحسب الفورسز دي كده بسرعة أنا هشيك معاك وكده أنا لو أنا عايز أجيب الماكسيمم فورس دي بتساوي إيه؟ أنا هو والله أنا عندي المومنت اللي أنا كنت حاسبه ده أكنه سيمبل بيم اللي هو إيه؟ 2136 كيلو نيوتن مش كده؟ على يعني التنشن بيساوي الكمبريشن بيساوي M على ال H تقريبا على كم متر هتطلع قيمة دي كام؟ 1000 وكام دي؟ 1060 مش كده؟ يعني 1070 مثلا كيلو نيوتن يعني انت بمنتهى السرعة تقدر ان انت ايه المومنت على الستركشر هايت هيجيب لك الماكسيمم فورس اللي هي ايه؟ اللي هي في الاول وفي الاخر هتلاقيهم هم دول القيمة دي هي اللي طلعت تقريبا 1000 وشوية دي هي اللي طلعت ايه فعلا الماكسيمم فورس اللي بتطلع على ال compression cord فوق والtension cord اللي تحت دي حاجه مهمه جدا عشان انت تبقى عارف ان انت اي ترس او اي حاجه تقدر تجيب المومنت اكنه سيمبل بيم وتقسمه على الاستراكشرال هايت هيجيب لك الفورس اللي فوق والفورس اللي تحت طبعا عند المومنت اللي انت بتحسب عنده يعني عند الماكسيمم مومنت وطبعا بيقل طول ما انت بتوصل عند ايه عند الاطراف. طيب نفس القصة الـ area required هتساوي الـ F force على الـ F allowed. طبعا أنا عندي هنا إيه المعادلة البسيطة بتاعتنا الـ stress بيساوي الـ force على الـ area. stress هنا اللي هو 200 ميجا باسكال الـ allowable. الـ forces جبتها من الـ structural analysis يبقى أقدر أجيب الـ إيه؟ أقدر أجيب الـ area بتاعتي. طب أنا عندي هنا variation كبيرة في الـ forces يعني الـ force هنا 1000 زي ما شفنا ممكن الـ force هنا دي تبقى 250 مثلا فمش معقول هستخدم نفس القطاع ايه من الاول لغايه الاخر فبالتالي هنقدر ان احنا نعمل ايه اوبتمايزيشن ده اكبر قطاع محتاجه في 50 سنتي يعني القطاع ده الاريا بتاعته 50 سنتيمتر مربع هيبقى ال HEA 200 يعني يبقى انا استخدمت في اكتر حته في التراس HEA 200 انا هناك كنت مستخدم HEA 1000 بس انا هنا عندي واحد فوق وعندي واحد ايه واحد تحت 2 اتش اي 200 غير طبعا الايه الدياجونالز بتاعتي اللي انا مستخدمها طبعا نفس القصه انا بجيبها من الايه من الجدول باخد الحاجه الاكبر منها شويه تمام 53 مثلا يبقى ايه ده اتش اي 200 لما هنعمل اوبتمايزيشن تمام هقدر ان انا استخدم ده قطاع برضو مثلا ال 12 متر الاولانيين قطاع وبعدين ده قطاع ده قطاع وهكذا اخترت انا اوتوماتيك القطاعات اللي انا عايز استخدمها قدرت ان انا اطلع ان الكوست بتاعي يعني وفرت في الويت هنا كان طلع لنا 5 طن وشويه هنا طلع لنا 2 طن وشويه هنا الكوست بتاعي 102000 يعني وفرت توفير كبير وفرت تقريبا 50,000 جنيه في الكاميرا الواحده يعني تمام الكوست برضو طبعا بما ان الرياكشن اقل شويه السيلف ويت هنا اصغر شويه فالقعده بتاعتي بقت ارخص شويه اجيبها بنفس الطريقه برضو الفورس على البيرنج كاباسيتي اجيب الاريا والاريا اقدر اجيب الفوليوم ومنها اقدر في ال 5000 جنيه اقدر اجيب الايه سعر الخرسانه سعر المنشأ بتاعي هل في مشكله في الكلام ده؟ لا تمام يا دكتور طيب لو خرسانه لو انا عندي المنشأ بتاعي ده خرسانه تمام وهنا طبعا برضو في حاجه مش مظبوطه المفروض كان ده يضرب في 2 فعلا لازم كان وزن القاعده يضرب في 2 التكلفه بتاعت القاعده يعني هلاقي ان انا الستيل بتاعي ده ايه الستيل جردر اغلى نسبيا من الايه من الستيل تراس طيب هل انا خلاص كده لازم هعمل ترس ولا ممكن ترس يبقى فيه مشكله احنا قلنا الجوينت دي بيتكلف برضو ف لا ما احنا حاسبين اوريدي احنا حاسبين هنا الطن ب 45000 جنيه وهنا حاسبين الطن ب 30000 جنيه تمام انا واخد فرق التكلفه ده معايا ده ارخص بكتير بس طيب انا دلوقتي الترس ده ليه شكل معين مش كده تمام
ده شكله حلو. طب هل انا المكان اللي انا فيه ده يسمح ان انا اعمل كوبري بهذا الشكل ولا في ريستريكشنز؟ تمام، يبقى انا ممكن شكل التراس ما يبقاش مناسب للمكان ده معماريا مثلا. ممكن يقول لي لا انا عايز حاجه سريعه، هاجي كاميرا سهله اشتريها واركبها، مش عنديش وقت للتصنيع مثلا. اه ده هيبقى اغلى بالنسبه لي 40,000 جنيه، انما انا بالنسبه لي لا، انا بتكلم على السرعه. طبعا تصنيع التراس ياخد وقت، تاني انا هشتري القطاع من المصنع واجي اركبه. تمام، يبقى في فاكتورز اخرى زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، ان انا عندي الريسك بتاع تنفيذ دي غير الريسك بتاع تنفيذ دي. التراس ده طبعا عشان انقله بالحجم الكبير بتاعه غير لما هنقل كاميرا بس. تمام، يبقى بالتالي انا عندي الديسيجن بتاع الكوست طبعا هو الميجور فاكتور. يعني اكاد اقول لك مثلا ايه 75% من القرار بيتاخد على اساس الكوست، ولكن بقيه الفاكتورز اللي قلناها المره اللي فاتت بتخش معايا برضو وتاثر في الايه، في القرار. تمام، طيب لو خرسانه انا طبعا لو انا هستخدم ده طبعا ان هو زي ما قلنا شكله احلى وارخص، يبقى اكيد ايه هشتغل بيه. طيب انتوا بقى هتعملوا الخرسانه. احنا دلوقتي الخرسانه مبدئيا كده لو جينا قلنا الخطوات بتاعتها ايه بمنتهى البساطه، والله انا اول حاجه هعمل اسيوم السكشن. طيب السكشن ده والله سيمبل بيم، السبان بتاعه 20 متر، يبقى ايه التي بتساوي ال 10، يبقى القطاع بتاعي ده التي بتاعته بتساوي 2 متر. طيب البي انا مش مديها لك، يعني افرضها 50 سم، طبعا دي كاميرا كوبري مثلا، يبقى هفرض البي مثلا اللي بتساوي ايه 50 سم. تمام، يبقى انا هقدر احسب الاون ويت هيساوي 0.5 في 2 25، يعني هيطلع 25 كيلو نيوتن بير متر. طيب خلي بالك ان انت التوتال لود بتاعك كان كام؟ كان 40، ماشي، يبقى انت هناك الويت كان 2.72، ماشي، عشان بس تحس بفرق الايه الكيلو نيوتن بير متر. يعني عندنا 10 اضعاف الايه السيلف ويت ما بين الخرسانه وما بين الستيل. انا كده دلوقتي اهو خلاص الدنيا ظريفه وحلوه، انا هقدر الله يقول والله ان الام التيمت بقى على طول هيساوي 1.5 في 40 زائد 25 في 20 تربيع على 8، اقدر اجيب قيمه المومنت تطلع 3000 وشويه، ماشي. طيب هعمل تشيك كده بسرعه، والله هحسب السي 1 الدي بتاعتي، الدي هتساوي السي 1 بجهاز الام التيمت اللي انا حسبتها على الاف سي يو في البي. نفرض الاف سي يو عاليه شويه من 40 ل 50 عشان ده كوبري. تمام، البي انا فرضتها 500. تمام، اقدر ان انا اجيب الايه اشيك والله الدي عندي، اجيب السي وانا اتاكد بس ان القطاع اللي انا فرضته ده فرض معقول. والله لقيت ان السي 1 دي اكبر من 4.85، يبقى القطاع بتاعي ده ويست شويه، ممكن اصغره. لقيت السي 1 يعني قريبه اقل من 3.5 بكتير، يبقى القطاع ده هيطلع قطاع ايه، قطاع غالي. تمام، ده بس بالنسبه لي ايه الفرض هنا. احسب الاريا ستيل ولو ان كان هي مش داخله في التكلفه، ولكن عشان نبقى عارفين كوبري زي ده يطلع فيه حديد قد ايه، ام التيمت على اف يلد جي دي على طول، يعني ايه كلام بسيط. هجيب الكوست بتاعي، انا جبت خلاص الوزن، اقدر ان انا اجيب الكلام ده كله في خمس ايه في 5000 جنيه، واجيب وزن الفوتينج تمام بتاعي. خد بالي من الرياكشن طبعا هيبقى اكبر بكتير، لان الويت بقى 65 ما بقاش ايه ما بقاش 42، فالقواعد بتاعتي هتطلع اكبر بكتير، فبالتالي هقدر اعمل كوست كومباريزون في الاخر بين الثلاثه. ده الاساينمنت بتاعكم التاني، ان انتوا تعملوا الايه الاكسرسايز بتاع الخرسانه ده تعملوه وتقارنوه بالكوست اللي موجود في المحاضره بتاع الستيل سيكشنز. طيب الجزء الثاني من الاساينمنت، تمام، ان احنا عندنا ايه ستيل كار شيد، يعني عندنا مظله سيارات حديد، تمام، عليها الاحمال برضو الجيفن اللي احنا قايلينها ديت، ونفس الستيل جيردر كوست لو هستخدم قطاع كاميرا، ولو هستخدم تراس هيبقى اغلى شويه.
تمام. وممكن تستخدم سوفت وير ان انت تحسب، لو هتشتغل على التراس تستخدم اي سوفت وير تحسب بيه الستريننج اكشنز يعني. تمام. طيب القطاعات اللي هتستخدمها هتبقى الهولو سكوير سيكشنز، تمام. دي ده جدول بتاع الهولو سكوير سيكشنز اللي هي نفس القصه بالظبط برضو، دي بنسميها العلب، ماشي، البوكس دي بنسميها العلب. تمام. العلب دي من اول 50 40 في 40 في 4 مللي لغايه 140 في 140 في 10 مللي، عندك رينج واسع قوي، وعندك الاس اكس طبعا اللي احنا برضو هنستخدمها، وعندك الاريا لو انت هتستخدم ايه في التراس. طيب عندنا لغايه 400 دي بعض الافكار، تمام، ان انت ايه تقدر تستخدمها وتشوف الفرق بينها ايه. تمام. اللي انا عايز اقوله لك ان انت عندك هنا السيستم الاولاني ده الفريم، مش كده؟ ده السيستم اللي هنا ده عباره عن فريم فيكسد عليه احمال، فتقدر ان انت تحسب المومنت، تقدر ان انت ايه تصمم القطاع بتاعك. خلي بالك ان انت القطاع ده عليه ام وان، مش كده؟ انت الاف بتاعتك اللي هي ال 200 ميجا باسكال دي هتساوي الام على الاس زائد الان على الايه على الاريا. انت بالتالي عندك شويه اتريشن هنا عشان تطلع الايه القطاع المناسب ليك. طبعا تاثير المومنت هيبقى اكبر لان النورمال فورس صغير، فبالتالي ايه ممكن تبتدي بالمومنت بس وبعدين تشيك اذا كان القطاع اللي انت هتفرضه ده كويس ولا لا. السيستم ده زي ما انت شايف هنا القطاع ده بيبقى كبير نسبيا، تمام. هنا القطاع طبعا ايه التراس هيبقى ايه التراس القطاعات بتاعته ارفع كلها. عايز تشتغل تراس بقى فيه اليمنتس كتير، عايز تشتغل سيستم فيه سبورت كده بريسنج بس ماشي، عايز تشتغل السيستم ده برضو ماشي، كله ايه حسب انت تشوف الفرق بين الايه ايا كان السيستم اللي انت هتختاره هتحله تحسب الكميات بتاعتك. ما تختارش قطاعات كتير يعني زي ما انت شايف هنا مثلا البوتوم كورد ده قطاع واحد، التوب كورد نفس القطاع، ما تعملش يعني في الكار شيد هنا طبعا ايه قطاعات صغيره والاسبانات صغيره، فبالتالي يعني استخدم العمود قطاع والبوتوم كورد قطاع والتوب كورد قطاع والدايجونالز قطاع واحد. انت بالتالي ايه ما تنوعش كتير يعني عشان ما تقعدش تختار قطاعات كتير يعني. هنا برضو نفس القصه، خد العمود والكاميرا نفس القطاع على طول بس انت تطلع الايه تطلع الكميات على طول يعني. تمام؟ تمام يا دكتور. هل في حاجة مش واضحة؟ دكتور هو سؤال، احنا دلوقتي يعني عملنا ديزاين للفوتينج وعملنا ديزاين للبيم، هو دلوقتي مش فيه كولومز عشان انا ما عملناش حسابها خالص في الديزاين. برضو انت يعني القصه كلها قصه ايه اكزامبل، فاهم قصدي؟ يعني انا في الاخر مش عايز اخش في كومبليكيشنز في الديتيلد ديزاين او مش بروجكت، انا ما اديتلكش بروجكت وتقول لي احسب لي التكلفه من ده وده. الكولومز عموما عشان برضو تبقى عارف عموما يعني الكولومز ككولومز ككميات بالنسبه لحجم المشروع بتبقى كميتها قليله، فاهم قصدي؟ يعني هي vertical element يبقى عليها normal force مثلا منين لي بس، فبالتالي ككميات بتبقى كمياتها مش كميات ايه كبيرة قوي، وما بتتصممش actually على normal force بس يعني. بقى مشكلتها دايما لو عندك حمل زلازل مثلا، فاهم يعني؟ انت لو عندك اعمدة الكوبري اللي انت بتشوفها دلوقتي الكبيرة قوي دي، تمام، هل انا مشكلتي ان يعني العمود ده بيبقى دايره مثلا قطرها 2 متر مثلا، تمام؟ تمام. هل انا مشكلتي في الديزاين زي ما قلنا المره اللي فاتت برضه في المحاضره، هل انا مشكلتي في الديزاين شويه النورمال فورس الاوزان بتاعه الكوبري والكلام ده، ولا مشكلتي ان انا مثلا تيجي العربيه تقف هنا وما يبقاش في عربيه الناحيه دي فيجي لي بيننج مومنت كبير كده، تمام؟ دايما الديسيجن بتاع الديزاين بالحاجات دي او الفاكتور الاساسي في الديزاين بيبقى اكتر للمومنت من النورمال فورس. بالتالي احنا الاكزامبل بتاعنا اكزامبل سيمبل بيم خالص، تمام، ممكن نعتبر ان الحاجات دي جايه على القاعده على طول، تمام، اعتبر ان انت كل كامر ده جاي راكز على القاعده على طول،
غير اعمل. تمام تمام. انما خلي كيب ات سمبل، يعني احنا هنا مش هدفنا ان احنا نخش في الديزاين، هدفنا ان انا اعرف بسرعه اشوف مقارنه بين السيستمز والفرق بين البندنج ايه والفرق بين الممبرين ايه، ده بيطلع لي كوست ايه، ده بيطلع لي كوست ايه، ده بحلله الستريننج اكشنز بتاعته بسرعه، ده بياخد وقت اكتر شويه اناليسز. تمام، اختار شكل للتراس او للممبرين اليمنتس دوت. تمام، وبالتالي انا اقدر ان انا اخش في القصه دي واحده واحده. يعني الهدف هنا هو هدف مبسط جدا، مش هدف ان انا اخش في القصة. تمام كده؟ تمام يا دكتور. دكتور لو سمحت اتفضل. لازم يكون الديزاين اللي هطلعه يكون ستريت كده، ولا ممكن اعمل حاجات كيرفد بس واخده نفس الاسبانات؟ لا زي ما انت عايز، كيرفد ستريت. انت هنا فري، يعني انا اديتك هنا شويه اشكال، يو ار فري تو تشوز الشكل اللي انت حابه، عايز تعمل له اناليسز، انت بتعرف اوريدي تستخدم الساب او ايا كان السوفت وير، عايز تدخل عليه شكل كيرفد تدخله، اتس ريلي اب تو يو، ما عنديش اي مشكلة. ده كله زي ما بقول لك في الاخر ايه، اكسرسايز بسيط عشان تمشي ايدك، يعني مش عايزين keep it simple يعني. بس ما يعني انت حابب تعمل حاجة كيرفت كويس، يعني ما فيش مشكلة. تمام يا دكتور. في كم واحد بقى فيكم بيعرف ساب اوريدي او اشتغل على سوفت وير من دول قبل كده؟ وانا يعني اشتغلت ساب قبل كده شويه. تمام، بس انا اوريدي يا دكتور اصلا يعني انا في ثالثه، يعني الكورس ده مسجلينه ناس في ثالثه وناس في ثانيه. تمام. فالدنيا بالنسبه لكم سهله يعني؟ بالظبط، يعني اوضح شويه من طبعا لما اكون في ثانيه يعني. انت اوريدي انت خدت اوريدي الارشز والتراسز الحاجات دي خدتوها اوريدي في الترم الاولاني ولا لسه؟ خدت سلابز بس في الترم الاولاني مش كده؟ بالظبط. دلوقتي احنا بناخد السيستم. تمام. طبعا قصه الكريدت اور دي بتلخبط الدنيا شويه، ولكن يعني ان شاء الله يبقى كورس مفيد برضو جنرالي يعني. Mm-hmm.